الحديث أكثر عن الأسواق وشهية المخاطر. ينضم إلي من عمان السيد سركيس تشوبريان، المحلل الأول للأسواق المالية العالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سركيس معي في الجلسة الأولى. بداية، كيف ترى هذا التباين وهذه الديكوتومي إن صح التعبير بين ما يعكس شهية المخاطرة بشكل كبير في الأسواق من جهة، وبين ما يعكس نوع من الهدوء النسبي، الحذر النسبي في التوجه إلى الصناديق التي تعكس شهية المخاطرة؟ نعم، هنا يجب أن نأخذ مفارقة مهمة جدا ربما تكون مساعدة لوسط ما يحصل في الأسواق المالية. بداية، الثقة في الأسواق المالية بشكل عام مرتفعة، أراها مرتفعة بالفعل، وهذا ما يثبته الارتفاع القياسي اللي شفناه خلال اليوم، وأيضا يوم الجمعة الماضي في مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد أند بور اللي ارتفعت لمستويات قياسية وعقودها الأجل اليوم عم تتداول أيضا في اتجاهات صاعدة، وأتوقع أن تبقى هذه الثقة. لكن هنالك ملاحظة مهمة، لو قارنا أداء مؤشر داو جونز وستاندرد أند بور في مؤشر ناسداك، فراح نشوف أن مؤشر ناسداك التكنولوجي الأسبوع الماضي شهد بعض الانخفاض، وهذا يدل أن المتداولين رغم الثقة المرتفعة في الأسواق الذي يعكسه لنا مؤشر بيكس، إلا أن هنالك حالة من الترقب والحذر في اختيار الاستثمارات، وهذا ما يدل أن المستثمرين الآن يبتعدون ولو بشكل مؤقت عن الأسهم التي تبدو أسعارها مرتفعة جدا والتي تضخمت. وأفضل مثال على ذلك لإثباته هو النظر إلى شركات مثل أبل، مايكروسوفت، فيسبوك وألفابت خلال تداولات الأسبوع الماضي التي انخفضت بشكل ملموس، بينما ارتفعت أسهم مثل أسهم قطاع البنوك سيتي جروب، جي بي مورغان، وأيضا لو نظرنا إلى شركات قطاع الطاقة التي ارتفعت بشكل ملموس أذكر منها إكسون موبيل وكذلك شيفرون. هذا يدل بأننا أمام انتقائية بين المتداولين الذين بالفعل يبحثون عن استثمارات، لكن الآن أصبحوا أكثر حذرا في انتقاء هذه الاستثمارات مع توقعاتي بأن تستمر حالة الثقة في الأسواق المالية، لكن أيضا مع تنويع في هذه الاستثمارات والتوجه لشركات ربما تكون مرتبطة أكثر في النمو مع توقعات تعافي الاقتصاد العالمي لهذه السنة. طيب، حتى أن بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي تثبت بأن الفدرال الأمريكي سيستمر بالتحفيز والبنوك المركزية ستستمر بالتحفيز، وهذا ما يعني المزيد من السيولة النقدية. طيب، وبالتالي المزيد من الاستثمارات الموجهة في الأسواق. دعني أتوقف عند هذه النقطة سركيس. يعني أنت ذكرت أنه يعني بات معلوما أنه السياسة النقدية التحفيزية مستمرة، بالتالي السيولة مفرطة في الأسواق، ولكن يبدو أننا لا نشهد نفس السيناريو الذي شهدناه مع بداية التحفيز النقدي. عندما كانت السيولة مرتفعة في الأسواق رأينا توجها كبيرا إلى الأسهم التكنولوجية، وهو الذي يعني كان من الأمور التي دعمت الناسداك بالوصول إلى قمم قياسية. لكن يبدو الآن الصورة مختلفة، وكما ذكرت حضرتك قبل قليل هذا التراجع على الأسهم التكنولوجية مثل أبل وفيسبوك وغيرها. لماذا هذا التباين في ردة فعل الأسواق الآن؟ الآن كما تفضلت حضرتك بالإشارة إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته العديد من أسعار الأسهم التكنولوجية خلال عام 2020، كان هنالك عدة محفزات، منها جائحة كورونا بحد ذاتها أجبرت الناس على البقاء في المنازل وزاد الطلب على شركات التكنولوجيا وارتفعت أسعار أسهمها بشكل كبير جدا ووصلت القيم السوقية لمستويات قياسية لم نشهدها من قبل. لكن هنالك الآن حالة في الأسواق المالية استحثها أيضا الفدرال الأمريكي الأسبوع الماضي عندما تم التنبيه للتضخم الكبير في أسعار الأصول إن كان في السلع والأسهم، وهنا بدأ المتداولون يراقبون ما يسمى بمكررات الربحية لعديد من الأسهم وأيضا توقعات المستقبلية لها، وأيضا بدأوا من القلق، في قلق بالفعل عم بشوف في قلق في الأسواق المالية من مخاوف تصحيحات سريعة، وهذه التصحيحات إن حصلت بالفعل فربما ترتكز على مؤشر أو أسهم ارتفعت قيمها السوقية بشكل كبير، إذا ذكرنا منها تسلا على سبيل المثال، إذا ذكرنا منها مايكروسوفت، فيسبوك وهذه الشركات التي ترتفع قيم أسهمها بشكل كبير، فربما تكون هذه التصحيحات مرتكزة عليها، وبالتالي يتوجه المستثمرون أكثر للشركات. نعم. لا أريد يعني سركيس ممكن القول منخفضة. يعني ممكن القول سركيس أنه صار في نوع من الانتقائية في الأسهم، الظاهرة اللي كنا قد شاهدناها في فبراير اللي هي الروتيشن الواضح، يعني إما أسهم إما أسهم نمو أو إما أسهم قيمة، هذه الظاهرة تلاشت نوعا ما وصار في انتقائية أكثر والتركيز أكثر على مكررات الربحية لكل سهم مقارنة بالقطاع الذي ينتمي إليه.
يعني هذا موضوع مهم جدا، لكن أيضا هنالك نظر كما تفضلت من سياسات البنوك المركزية نفسها التي تقدم التحفيزات للاقتصاد. توقعات النمو الاقتصادي إن كانت الولايات المتحدة، الصين، حتى في منطقة اليورو التي ما زال اقتصادها ضعيفا، بريطانيا والصين، كلها تبدو إيجابية جدا، وهذا ما يدل إلى أننا الآن أمام انتقائية في الأسهم التي خسرت كثيرا خلال جائحة كورونا، لكن من المتوقع أن تبدأ بالتعافي مع النصف الثاني من هذه السنة، أو بالفعل بدأت بالتعافي، وهذا ما يجعلني أرى بأن هذه الانتقائية بالفعل كما تفضلت سوف تستمر خلال الفترة الحالية. لا أعني بأن الأسهم التي ارتفعت أسعارها لن ترتفع، لكن ربما يكون التركيز من المتداولين على أسهم مرتبطة في النمو. نعم، سركيس تشوباريان المحلل الأول لدى إكويتي، شكرا لك على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجلسة الأولى من الشرق، ألقاكم مجددا في مؤشرات الشرق بعد ساعة ونصف من الآن. إلى اللقاء.